نظمت قوات الدفاع الجوي فعاليات المنتدى العلمي الاول لقوات الدفاع الجوي على هامش فعاليات المعرض الدولي للصناعات الدفاعيه ادكس 2023. شارك في المنتدى عدد من قادة القوات المسلحه وعدد من قادة قوات الدفاع الجوي للدول الشقيقه والصديقه ووفود رسميه رفيعه المستوى من الخبراء العسكريين وممثلي كبرى الشركات العالميه. في إطار حرص القوات المسلحة على تنظيم الفعاليات الدولية في مختلف المجالات العسكرية، نظمت قوات الدفاع الجوي فعاليات المنتدى العلمي الأول لقوات الدفاع الجوي تحت عنوان: التحديات، المسيرات الجوية، نظرة إلى المستقبل، وذلك على هامش فعاليات المعرض الدولي للصناعات الدفاعية إيدكس 2023، وذلك بحضور عدد من قادة القوات المسلحة. وعدد من قادة قوات الدفاع الجوي للدول الشقيقة والصديقة، ووفود رسمية رفيعة المستوى من الخبراء العسكريين، وممثلي كبرى الشركات العالمية في مجال أنظمة ومعدات ووسائل الدفاع الجوي. وألقى الفريق محمد حجازي قائد قوات الدفاع الجوي كلمة أعرب خلالها عن ترحيبه بكافة الوفود المشاركة في المنتدى. مؤكدا على اهميه تنظيم مثل هذه الفعاليات في التواصل وتوفير البيئه الخصبه لتبادل الخبرات التي تسهم في مواكبه التطورات المتلاحقه في مجال انظمه ومعدات ووسائل الدفاع الجوي لمجابهه التهديدات المحتمله وتضمن المنتدى العديد من الفعاليات التي شملت اداره جلسه علميه بحضور عدد من رؤساء الجامعات والتي تم فيها استعراض ابرز ما وصلت اليه التكنولوجيا المستخدمه في كافه التطبيقات العلميه والعمليه، كما تضمنت الفعاليات حلقه نقاش لممثلي الوفود الاجنبيه، تناولت اساليب مجابهه التهديدات غير التقليديه الحديثه، في ضوء تطور الامكانيات المتاحه واساليب الاستخدام، علاوه على الاستفاده من التطور المستمر في مجال انظمه الدفاع الجوي الحديثه.